منى والدة البطل أحمد الجندي بطلنا بعد ذهبية أولمبياد باريس، شوف لنا كواليس بقى المكالمة اللي كانت بين حضرتك وبين حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما فوز أحمد. والله كان يعني مكالمة شرفتني كتير، يعني لأنها يعني دعت لأحمد وقالت لي ربنا، يعني دعوات كتيرة قوي، وكانت مكالمة ودية بشكل كبير قوي. حسيت فيها انها يعني اخت تتكلم وكده لابني، وبس قالت لي بقى هنتني على الميدالية وان احمد رفع اسم البلد ورفع العلم، و يعني هنتني على تربيتي لاحمد، وده كان فضل منها يعني انها تثني عليا. يعني قولي لنا برضو انت بعد حضرتك بعد فوز احمد بالميدالية، يعني كان شعور حضرتك ايه؟ وكان يعني حاجه كانت فوق الخيال، لان الحمد لله يعني احمد الاصابه اللي حصلت له في شهر 6 دي كانت خلتني مش عارفه هو ممكن يشارك ويكسب ولا الموضوع هيبقى صعب، فكون ان هو يحقق ذهب كمان كان الموضوع كان ممتاز بصراحه، كان رائع يعني، فالحمد لله يعني ربنا ما ضيعش.